أول مباراة لمنتخب ألمانيا ضد منتخب اليابان، مباراة قوية جدا جدا. عايز أعرف رأيكم، تتوقعوا مين هيكسب وهيكسب كام كام؟ هنرسم العلمين وهنحط بي اس ما بينهم، وعايز أعرف رأيكم في الرسمة كمان في الكومنتات. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمة جديدة وماتش جديد. رسمة النهاردة هنرسم بقى علمين، علم ألمانيا وعلم اليابان. مباراة يعني المفروض ان هي تكون لصالح ألمانيا، ولكن بعد الماتشات اللي احنا بنشوفها والمباريات اللي احنا بنشوفها دي، فلا يعني الموضوع يا جماعة ممكن يختلف في اي لحظة. اي منتخب ممكن يعمل مفاجأة. زي ما انتم شايفين بنرسم شكل مستطيلين، مستطيل ناحيه الشمال، مستطيل ناحيه اليمين. هنرسم في واحد علم المانيا وفي واحد علم اليابان. طبعا العلمين في رسمه النهارده وفي مباراه النهارده العلمين اسهل من بعض. علم المانيا عباره عن ثلاث خطوط بالعرض، او يعني ثلاث مستطيلات بالعرض، وعلم اليابان عباره عن دايره لونها احمر بس. العالم كله ابيض، وعباره عن جوه العالم الابيض كده في دايره لونها احمر بس، هو ده عالم اليابان. شفتوا الموضوع بسيط جدا جدا. زي ما انتم شايفين عملنا خطين اللي بالعرض عشان نعمل شكل عالم المانيا ناحيه اليمين، وناحيه الشمال عملنا شكل الدايره اهو كده بالطريقه دي. طبعا تقدروا تجيبوا مثلا غطاء ازازه، او تجيبوا اي كوين عندكم او اي حاجة على شكل دايرة وتعملوا بيها شكل الدايرة. يعني شوفوا حجم الدايرة اللي انتوا عايزينها وشوفوا حاجة على قدها واعملوا بيها الدايرة، او تعملوا الدايرة كده زي ما انا بعمل، او يكون عندكم مثلا مسطرة على شكل دايرة. فعندكم كذا اختيار تقدروا تعملوا بيه اشكال الدوائر والحاجات دي كلها. زي ما انتم شايفين كده بنعمل الدايره باللون الاحمر بالالوان الفلوماستر. طبعا الالوان الفلوماستر انا بلون بيها، تقدروا تلونوا بالوان خشب، تقدروا تلونوا بكذا حاجه، ولكن انا بلون بالالوان الفلوماستر لانها يعني بتدي قوه كده للون اكتر من الوان خشب، وانا مش محتاج اعمل زي تظليل. يعني الالوان الخشب ميزتها في ان انت تقدر او انت تقدري تتحكموا في درجة اللون، ان انتوا عايزين تغمقوا في الحتة دي، عايزين تفتحوا في الحتة دي، فبراحتكم. ولكن انا مش محتاج دلوقتي ان انا اغمق في الرسمة دي حتة وافتح حتة، عادي لو كله نفس اللون مش هيفرق حاجة. يعني عادي لو كله نفس اللون فهيبقى الموضوع بسيط، مش محتاج ان انا اقعد اغمق وافتح. فجبت الوان في المصر، ولكن لو انتوا هتحتاجوا في رسمه ان انتوا تفتحوا او تغمقوا حتت وحتت، فلونوا بالالوان الخشب افضل لكم. زي ما انتم شايفين جبنا اللون الاحمر، نعمل بيه المستطيل اللي في النص في علم المانيا. طبعا بيعملوا باللون الاحمر بالطريقه دي، وطبعا علم المانيا معروف اللون الاحمر، اللون الاصفر واللون الاسود. هنلون بالاصفر تحت، المستطيل اللي تحت كده باللون الاصفر، وطبعا اللي فوق هيبقى باللون الاسود. والتخطيط طبعا اللي احنا خططناه للاعلام في اول الفيديو، بنخطط تخطيط خفيف، ما بنخططش تخطيط تقيل، عشان لو خططنا تخطيط تقيل هيسيب اثر على الورقة وشكله مش هيبقى احسن حاجة. طبعا اللي مش مشترك يشترك في القناة عشان قربنا نوصل 12,000، هنوصل في اسرع وقت بقى. فاشترك في القناة وفعل زر الجرس، بنعمل رسومات كتير جدا عن كل المواضيع، هتلاقوا كل المواضيع. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ترسموا كمان معايا المواضيع اللي انا هعملها وتبعتولي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف، بنزل هناك رسومات واقعية هتعجبكم جدا. اللي على يوتيوب بيكون تعليم سهل، رسومات سهلة كده شوية، ولكن بقى انا برسم اصلا اشخاص ورسومات واقعية، تقدروا تشوفوها على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. روحوا عملولي فولو، طبعا اسم الحساب درغام ارت بالانجليزي، نفس اسم القناة بالانجليزي، وشعار نفس شعار القناة بالظبط، فسهل انكم تلاقوه جدا. زي ما انتم شايفين جبنا اللون الاسود عشان نلون المستطيل اللي فوق، عشان نبقى عملنا شكل علم المانيا. طبعا زي ما بقول لكم بنعمل بقى رسومات كتير قوي، رسومات
عن كل المواضيع، ان انت لو كتبت او كتبت في كومنت انكم عايزين رسم عن موضوع كذا هتلاقيني حطيت لك روابط فيديوهات عن الموضوع ده، لان احنا بنعمل عن الموضوع واحد اكتر من رسمة، لان انا مقتنع ان انت مثلا او انتي لو انتوا اشخاص جايين تتفرجوا على رسمة فعايزين مثلا وليكن رسمة عن كاس العالم، رسمة عن موضوع كاس العالم، فدخلت على الفيديو ما عجبتكش الرسمة او ما عجبتكيش الرسمة كده خلاص. لا ما أنا مش هجبرك او مش هخليكم ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده ومش ما انتوا مش هتستفيدوا، يعني انتوا مش عاجباكم الرسمه خلاص، فلازم اعمل لكم كذا فيديو بكذا فكره عن الموضوع ده، فبعمل لكم كذا رسمه وانتوا بتختاروا احسن رسمه والرسمه اللي تناسبكم وتناسب مستواكم وتحسوا ان انتوا حابينها، لان صدقوني الرسم لازم تكونوا حابينه وانتوا بترسموا. طيب انا خالد عندي واجب مدرسه وعندي حاجات انا ما بحبهاش اصلا، انا ما بحبش الرسم والمدرس او المدرسه بيجبروني عشان عندنا واجب في المدرسه. نقي ما دام انت ما بتحبش الرسم او انت ما بتحبيش الرسم، فاختاروا الوقت اللي يكون مزاجكم فيه رايق، انكم تكونوا مش متضايقين، جيبوا ورقه وقلم، اشربوا مشروب اللي بتحبوه، شغلوا حاجه بتحبوا تسمعوها ورواقوا كده مزاجكوا، ويعني عيشوا جو الرسم، دي اكتر حاجه هتخليكوا تحبوا الرسم. طبعا عايز اعرف توقعاتكم لمباراه المانيا واليابان في الكومنتات، مستني منكم توقعات الجميله، في ناس توقعت مباراه صح وكسبت معايا حاجات، كسبت بورتريهات، في ناس كسبت اوردرات ان انا ارسمهم او ارسم شخص هم عايزين ارسمه، فتكسبوا بورتريه لشخص، رسمه شخص بطريقه واقعيه جدا زي ما قلت لكم، هتقدروا تشوفوا رسومات واقعيه على الانستجرام والفيسبوك. ما تنسوش بقى اللايك قبل ما تقفلوا، اللايك حاجه مهمه جدا جدا، والكومنت الايجابي او الكومنت السلبي هرد على كل الكومنتات، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ودي كانت رسمه النهارده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمه في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وبعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم، فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.